احنا بس عايز اقول لحضراتكم على خبر جديد، اللي احنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية الى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لان بوبوس بيدي معنى يا نهار ابوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح اطروحة اقليمية يعني تمتد الى البحر الابيض المتوسط، في مفهوم بحراوي ابيضاوي، فبيمتد انتماء اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالموزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس أنا حضرتك شايف يعني إن قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الأحمر والأمور البحر الأحمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر أحمرية ده أنت الأحمرية، أنت مالك أنت بتتدخل ليه؟ أستاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من مدينة الإنتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك يا روح أمك احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا امشي من هنا برا. بيتك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العباسة دي؟ اللعبة الله. ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزار كان بياكل زيت خروع وزني على كل حته في جسم. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجيبها مش هسيبك. هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانيه. فرصه ايه يا هاني؟ يا ست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. عطيه مات وسابني على الحديده، عليه شيكات وديون لناس كتيره جدا، كل يوم والتاني واحد ينط لي. كل اللي بتقوليه ده ايه دخله بقى بان كل ما ادخل انا ولطفي الاقيك انت والراجل ده فوق بعضكم؟ مين الراجل ده بس؟ بصي الراجل ده عنده شيكات ممضيه ب7 مليون جنيه، يعني ممكن يحبسني في اي وقت. وبعدين اكتشفت ان نص الفيلا اللي انا قاعده فيها مكتوبه باسمي. كان ممكن تقولي الحقيقه لطفي، وهو اكيد هيتصرف، اكيد هيقف جنبك. انا ما لحقتش بقى. كلميه بليز. ألو؟ هاي لطفي، معك حق، بس أنا طلبك علشان عايزة أقولك ليا طلب واحد بس، أشوفك مرة واحدة بس. بليز. أوكي ميرسي باي. جاي؟ طبعا جاي يا قوية. بوح
محسن بيه استاذ دبيب المحامي بتاع مهجه هنا. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وناخد عنبايه صفر، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه واحده حمراء وواحده صفراء ها وناخد ايه واحده صفراء وواحده حمراء كوكتيل وايه هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجه هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك أنا بقترح. أنت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي ها؟ مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا إيه؟ لا ماشي. بقول لك إيه، خد دي إديها هدية لمهجة هانم. اتفضل. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. اه. بعدي. اه. خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجري فوق، واللي يجري الاول يقول التاني انا جردت. ها عشان نضيع شويه. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزه عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحية انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. انت تعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري. دي لا دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها، اللي جنبها كل يوم والتاني يقوم رننها علقة موت. تقوم سايباله البيت وغضبانة، ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا ووصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه. ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفقى. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. فهمته ثانية. لا فلتو ثانية دي بتاعت الراجل الكبارة دوت اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. اقسم هنا يا باشا. يلا يلا. بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا يالا. ده انت راكب صفيحة زبالة.
انت شكلك مصرصر يا واد، اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. قول انت مين، معاك بطاقه يالا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقه كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ربنا يخليك. يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر. حاضر يا باشا، مع الف سلامه.